عندنا قصه السنه دي، عندنا كابتن طارق خيري كمدير فني لفريق السيدات، ولاده الاثنين ابنه محمد بيلعب في فريق الشباب ومؤمن في فريق كبير، فتلاقي الدنيا كده في جينات جوه النادي الاهلي. طب خلينا كده نروح لهنا ابو القاسم ولقاء مع كابتن طارق خيري ومحمد خيري ومؤمن خيري. اتفضلي يا هنا. برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، الف مبروك لكل الجماهير الاهلاويه. رجال كره السله بيفوزوا بدوري المرتبط للسنه الثالثه على التوالي والتاسعه في تاريخهم، ومعي بقى في هذه اللحظات العائله الاهلاويه الحقيقه طبعا كابتن طارق خيري واولاده اكيد وخلفائه في الملاعب، محمد طارق خيري ومؤمن طارق خيري. ده طبعا برحب بحضرتك يا كابتن على شاشه قناه النادي الاهلي وببارك لك بالبطوله، وعايزه بقى حضرتك تكلمني على اجواء البطوله الحقيقه. شفنا تألق كبير جدا لأبناء حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك لكل منتمي للنادي الأهلي، مجلس إدارة ونشاط رياضي وجهاز وجمهور، مبروك علينا كلنا طبعا بطولة مهمة. بنحافظ على البطولة الرابعة على التوالي، دي حاجة إنجاز جميل. بالنسبة للمقدمة يسعدني إن أنا يبقى طرف في المناسبة الجميلة دي ولادي محمد ومؤمن، ودور إيجابي يعني، كمان مش دورهم قليل، لا مهمين في الفرقة دي. حاجة تشرفني، وحاجة الواحد بيبقى فخور بيها على تعب السنين، بقى عنده كمان بذرة تقدر تكمل نفس المشوار يعني. إيه أهم النصائح اللي بتديها لهم يا كابتن؟ يكون حضرتك طبعًا خبرة وتاريخ كبير في النادي الأهلي. والله حاجات كتير، ما أنا عندي، بقول لك عندي دايمًا مشكلة إن أنا ما بشوفش الكويس، أنا دايمًا بنتقد الوحش بس. احنا بتوع بيزك، احنا بتوع رولز، شغلتنا يعني زي ما بيقولوا. يعني الحمد لله رب العالمين ما فيش حد اتكلم عليهم قال المهاره قليله، الستايل وحش، البيزك بتاع لعب كره السله هجوميا ودفاعيا الموضوع مريح سهل يعني زي ما بيقولوا. ده المكسب في الـ في الـ في, الـ في الكواليتي بتاع الاثنين. نصايح عامة بقى، النهاردة بدافع وحش، النهاردة الباصة دي متأخرة، لا نسبتي يعني المجمل بتاع كل جيم، ومتعودين هم من صغرهم كده، كنا دايما بناخد المشكلة فين ونقعد نصلحها على جنب. ربنا يحفظهم، أنا ببقى سعيد إن الميديا والناس وصحابي الناس كلهم ربنا يحفظهم رقيهم يعني، الكلام من الشكل ده الواحد بيبقى سعيد فخور يعني. ببارك لحضرتك اكيد يا كابتن. شكرا ليك، الله يبارك فيك. معايا دلوقتي طبعا محمد طارق خيري. في البدايه الف مبروك الفوز، الحقيقه فريق المرتبط كان ليه دور كبير جدا في الفوز، يمكن حسمته الفوز بالبطوله قبل كمان مباراه الكبار، عايزك بقى تكلمني على كل الامور دي. اولا الله يبارك فيكي، اول حاجه احنا يعني كان التارجت بتاعنا ان احنا نخش المرتبط نكسب كل الماتشات، ده لينا احنا غير الفيرست تيم، وان احنا نساعدهم ان احنا كل ماتش ناخد الماتشين عشان يبقى هما نسهل الامر عليهم لو حصل مثلا خساره او كده. طيب عايزه اعرف بقى كمان، اكيد اجواء المباراه النهارده كانت قويه زي ما انت قلت، كنتوا عايزين تدخلوا تحسموا المباراه لصالحكم، فكلمني على اجواء المباراه النهارده واكيد ابرز تعليمات الكوتش. النهارده يعني كمان الماتش ده يعني اخر ماتش اللي مرتبط في الجيل يعني جيل 2006 2007، فطبعا الماتش ده مهم جدا بالنسبه لنا، وكمان بالذات اخر كوارترين يعني كانوا هم كسبانين، ونحاول نعوض لان عايزين برضو نكسب ماتشين ونساعد الفيرست تيم ان هم يعني احنا ما نبقاش خسرانين وبس. بشكرك جدا واكيد ببارك لك مره ثانيه. ربنا يبارك في حضرتك. معايا دلوقتي طبعا نجم من نجوم مباراه النهارده مؤمن طارق خيري، ده بيقول لك الف مبروك، الحقيقه ان انت تألقت بشكل كبير جدا في المباراه النهارده. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله يعني احنا الفرقه بقى لها حبه بتشتغل، بقالنا فترة طويلة جدا مع بعض، دي ثالث سنة مع الكوتش. الحمد لله يعني واكلين الأخضر واليابس زي ما بيقولوا، إن شاء الله هنكمل على كده بإذن الله. عايزة بقى كلمة سريعة لجماهير النادي الأهلي، الحقيقة بتدعمكم على طول سواء على السوشيال ميديا ولما بيكون أكيد مسموح بالحضور الجماهيري. والله إحنا طبعا مفتقدينهم، لأن إحنا هما بيدونا دافع قوي جدا في الماتشات، بس يعني أنا أقدر أقول لهم إن إحنا لسه عندنا كتير قوي نقدمه ليهم، وإن شاء الله بقية السيزون لسه طويل، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. يعني اكيد بشكركم جدا والف مبروك مره ثانيه. شكرا ليكي. شكرا ليكي. يعني ده طبعا كان لقائي مع العائله الاهلاويه، اكيد مستمرين معاكم في لقاءاتنا الحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.